إذا كنا عايزين نعمل خدمة طبية محترمة أو تأهيل أو نحن عندنا طبيب وتمريض جيد جدا جدا، لازم هنهتم أوي الإنسان، نجهزه كويس أوي أوي، نجهزه كويس أوي. النهاردة كاميرا دريم موجودة داخل كلية الطب القوات المسلحة، صرح علمي كبير جداً. والحقيقة إنه لما تيجي هنا منذ يعني الدقائق الأولى بعد الفجر، زيها زي ربما أي منشأة أو صرح عسكري، اليوم بيبدأ من الساعات الأولى من الفجر، تحس بحالة من النشاط والحماس موجودة هنا. في أسئلة كتيرة سألناها نفسنا عن كلية الطب القوات المسلحة، إيه الفرق بينها وبين باقي كليات الطب؟ ليه الطالب ممكن يكون حلمه أنه يلتحق بكلية الطب القوات المسلحة بدلاً من كليات الطب الأخرى؟ فرق في المناهج وأسلوب التدريس وحاجات أخرى كثيرة. حقيقة أنه لما تكون موجود هنا هتحس مش بس بحالة كبيرة من النشاط والحماس والانضباط طبعاً، ولكن هتحس كمان برغبة حقيقية في تطور علمي يمكن منذ اللحظات الأولى من دخولك هنا تستشعر به. الفكر والعمل والمناهج عن كلية الطب قوات المسلحة سيكون لنا هذه اللقاءات وهذا التقرير. طبعاً داخل كلية الطب القوات المسلحة بتوجد صالة للجيم والألعاب والتمرينات، وقيل لنا الحقيقة أن هي ممتازة وأن هي مجهزة بشكل جيد جداً. حقيقة أنه دي هنا صالة الجيم، هنا المدخل، وطبعاً كان يهمنا جداً أن احنا نعرف تدريبات، أنواع التدريبات اللي موجودة هنا إيه. هل هي فري ستايل، يعني كل حد كل طالب بيتمرن لوحده، ولا في كوتشز مثلاً تمرينات معينة بياخدوها أو كده، شكل الأجهزة إيه وشكل القاعة إيه، كل دي حاجات وأنواع الألعاب كمان، عشان أنا شايفة هناك كده في بعض الطلبة لابسين الألعاب مختلفة. كل دي أسئلة الحقيقة هنعرفها لما نتحاور مع أحد المسؤولين داخل كلية الطب القوات المسلحة، هل ميلهم واحتياجهم إلى التمرينات البدنية والألعاب بيقابل نفس الأهمية عند كليات العسكرية بقى اللي هي تخصص؟ حضرتك في الأول قلتي طلبة كلية عسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة هي أحدث الكليات العسكرية اللي اتضمت لمنظومة الكليات العسكرية داخل المؤسسة العسكرية. احتياج طالب الطب للياقة البدنية زيه زي أي طالب في كلية عسكرية أخرى لا يقل أهمية، بالعكس يمكن دور الطبيب في المعركة وإحنا بنعد ضباط المستقبل يتطلب لياقة بدنية عالية. تشكيلاتنا المقاتلة فيها كتائب وسرايا طبية. دور الطبيب في المعركة لا يقل عن دور أي ضابط آخر بيقوم بتنفيذ مهمته الأساسية كمقاتل، خلاف المهمة الفنية المتعلقة بتخصصه. الأجهزة اللي موجودة وإحنا بنشوف دلوقتي جزء منها، الأجهزة دي هل هي نفس الأجهزة اللي موجودة في أي صالة جيم برا، ولا بيبقى في اختيار لأنواع معينة أو ميكستشر بين الاثنين؟ الأجهزة بتعتمد أساساً نمرة واحد الأمان،
أول عنصر يجب أن يتوفر في الأجهزة عنصر الأمان. طبعا طلبة كتير بتدخل صالة الإعداد البدني، إحنا بنهدف للتدريب وبقدر الإمكان تقليل أو منع الإصابة تماما. سؤالي الأخير لحضرتك، هل في كوتشنج بيحصل للطلبة؟ طبعا مبدئيا زي ما ذكرت التأهيل، كل السادة الضباط في جناح التربية البدنية مؤهلين تأهيل عالي جدا في مجالهم، وكلهم عارفين كويس قوي هم بيعملوا ايه، وفي خطة معدة مسبقا لتنفيذ طابور التدريب البدني وخطة التربية البدنية داخل الكلية. بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. استوقفني الشعار ده اللي موجود بيا حكمة طبعا، او مثل احنا عارفينه كلنا، If you always do what you've been always doing you will only get what you already have. لو فضلت بتعمل الحاجة اللي انت متعود طول عمرك تعملها او طول الوقت تعملها هتفضل تحصل على نفس النتائج اللي طول الوقت بتحصل عليها. الحكمة دي او المثل ده لما يكون موجود داخل صالة جيم داخل كلية الطب القوات المسلحة بعتقد انها مقصودة جدا، مقصود بيها ربما التفكير خارج الصندوق وانك تفكر بشكل علمي ومتطور حتى في الرياضة وحتى داخل صالة الجيم. الحديث عن التعليم والمناهج، والحقيقة أنه الحديث ده يمكن هيشغلنا بشكل مركز أكتر، لأنه فكرة دراسة الطب بالقوات المسلحة بعتقد أنه كتير جدا هيبقى محتاج يعرف إيه هي الآليات المختلفة، إيه هي المناهج، كيف يتم اختيار المناهج، وكيف تتم عملية التدريس. عملية التدريس اللي إحنا في المنظومة التعليمية في مصر بشكل عام عندنا فيها مشاكل كثيرة. أعتقد أنه هنا سنجد بحسب ما سمعنا وقيل لنا كثيرا أنه سنجد منظومة تعليمية مختلفة جدا وتستحق أن نلقي الضوء عليها. القاعة اللي هندخلها دلوقتي الحقيقة هي قاعة الفريق طبيب رفاعي كامل، ومعلومة عرفناها أنه يتم هنا إطلاق أسماء الأساتذة طبعا والأطباء في الخدمات الطبية السابقين على أسماء القاعات. أيضا اللي هندخل نحضره دلوقتي حالا ده هو جزء من لقاء مفتوح ما بين الطلبة تحديدا السنة الأولى وما بين الأساتذة الدكتور وجيه موسى مدير التعليم الطبي بكلية طب القوات المسلحة وخبير جراحة العظام بجامعة ساوثهامبتون، ولواء طبيب محمود أحمد علي نائب مدير كلية الطب القوات المسلحة. تعالوا معنا. كلية الطب القوات المسلحة تفرق إيه في التدريس؟ تفرق إيه في المناهج وفي الفكر العلمي؟ شكرا على حضوركم للكلية. طبعا تفرق ان انت عاوزة تخرجي طبيب بمهارات وكفاءات وكمية من المعلومات تناسب القرن 21. ده بيستدعي اختيار طلبة بنظام معين وتدريس المواد الطبية بطرق مختلفة عن الطرق التقليدية اللي احنا تعلمنا بيها في القرن الماضي. بتستغلي وقت الطالب بأقصى درجة، بتحطي المناهج في تناغم مع بعضها، يعني السادة رؤساء الأقسام بيقعدوا مع بعض ويختاروا تنظيم المناهج مع بعضها. الطلبة بيتعلموا في مجموعات دراسية صغيرة، الطلبة بيتعلموا يحلوا المشكلة مش ياخدوا المعلومة بس ويحفظوها، الطالب بيتعلم في السنوات الأولى مش في السنوات الأخيرة في كلية الطب إنه إزاي يتعامل مع المريض وإنه يشوف العرض أو الأعراض بتاعة اللي جاية ويحللها ويوصل لتشخيص وخطة علاج. قيل لي إنه الدكتور والأستاذ بيدخل الكلية العسكرية يشرح وهو منفرج الأسرير كده، ويعني في عنده حماسة وعنده رغبة إنه ياخد ويدي مع الطلبة، وربما إنه الحالة دي مش موجودة في كل الجامعات الأخرى. الكلام ده صحيح يا ست لو؟ الكلام ده سيادتك المفروض يتسأل للدكاترة نفسهم، أكيد هم اللي هيقولوه لأن إحنا ممكن رأينا يبقى اسمعوا فيدباك برضو منهم يعني.
اكيد، وده بيساعدنا طبعا، وده بيساعدنا، واحنا بنحاول سبب الانضباط زي ما قال دكتور وجيه. طبعا ده جزء من القوات المسلحه كلها، الديسيبلين والانضباط في القوات المسلحه بينطبق على كل حاجه، واحنا برضو بنحاول نبذل اقصى جهد كاداره موجوده بنوفر البيئه التعليميه دي للاستاذ وللطالب الاثنين. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، واسف اذا كنت اخذت من وقتكم دقائق، واستاذن حضراتكم ان انا انضم لهذا اللقاء المفتوح، ده يبقى شرف ليا. شكرا ليكم، شكرا ليكم، اتفضل. الحقيقة كنت مستمتعة جدا وأنا قاعدة بالأسئلة اللي اتسألت من الطلبة، زي ما قلت لحضراتكم هم طلبة السنة الأولى في كلية الطب قوات المسلحة. الطلبة دي مش جاية بس أو مش هاممها بس إنها تعرف معلومات عن النهاردة، هما بيسألوا البكرة، بيسألوا للمستقبل. في عندي سؤال هنا كان رائع الحقيقة، بيتكلم عن فكرة إنه ليه إحنا مطلوب مننا نحصل على الرخصة أو البريتش لايسنز أو الانترناشنال لايسنز علشان نمارس عملنا فيما بعد، إذا كنا إحنا طلبة لكلية الطب تابعة للقوات المسلحة وأصلا غير مسموح لنا العمل خارج هذه المنظومة. دي نقطة مهمة. كان في كمان سؤال عن التأهيل النفسي والعلمي، وإحنا في مصر هنا عندنا لسنا الأفضل حالا في التعليم أو التأهيل النفسي، كيف يمكن أن نرتقي به إلى الأمام. كان في سؤال كمان مهم من أحد الطلبة بخصوص التبادلات والدراسات الأكاديمية، هل هناك أي نوايا أو نوايا بالفعل موجودة للتعاون الاستراتيجي والأكاديمي بين جامعتنا وبين كليات العالمية المعروفة أو الإنجليزية المعروفة، ساوثهامبتون مثلا، رويال كوليدج أو غيرها. دي كلها أسئلة الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم بتدل إنه الطالب النهاردة مختلف كتير، والطالب هنا في هذا المجال لا ينظر فقط إلى اليوم ولكنه يتطلع إلى مستقبل أفضل له ولبلده. ودي يمكن نقطة هتحمسني إن أنا أسأل السؤال الأهم، ماذا عن طبيعة المناهج وما يدرس لأولادنا وإخواتنا داخل كلية الطب بالقوات المسلحة؟ وده الجزء الآخر من هذا الحديث. احنا حبينا نختار قاعة من القاعات الدراسية فيها محاضرة عن الصحة العامة، تعالوا ندخل كده ونشوف مع بعض طريقة التدريس. مساء الخير. ازيك يا دكتورة؟ انا هستأذنك بس هسيبك تكملي اللكتشر وانا هقعد معاك شوية. اتفضلي. أنا مستمتعة جدا لدرجة أنه المفروض من دقايق طويلة أجي أعمل معاك اللقاء ده، بس أنا قاعدة ورا بستمع لأنه عندك البرزنتيشن سكيلز هايلة ما شاء الله، وقدرة التواصل الدايركت كونتاكت كده مع الطلبة هايلة. يا دكتورة جيهان، حضرتك بتدرسي الصحة العامة. يس. الصحة العامة تفيد إيه في كلام النهاردة عن الطلبة قدامي، شباب المستقبل اللي هيتخرج بإذن الله أطباء، ضباط أطباء؟ والله هو الصحة العامة بالذات، يعني احنا يمكن عندنا different areas و it covers all areas، وممكن تقولي ان في يعني تفاعل بينها وبين كل الاقسام، لكن الترند الجديد اللي طلع جديد حتى يمكن دي strategic plan اخر حاجة طلعتها ال WHO الاسبوع اللي فات، منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية بالضبط، ان هي اقرت ان المفروض ان كل واحد صانع قرار، كل البوليسي ميكر صانع القرار in different areas، المفروض لما بيجي واحد متعين مثلا وزير جديد for example، المفروض لما بيجي بيقدم الاجنده بتاعته، الحاجات اللي هو هيعملها مثلا استراتيجيك بلان بتاعته، لازم ان هو يبقى محطوط عليها على الاجنده بتاعته حاجه بنسميها هيلث بروموشن، اللي هي تعزيز الصحه. المفروض ان دي اللي بنقول عليها بيقولوا عليها ايه، الباتر اند بريد بتاع الصحه العامه. شغلتنا ان احنا مينلي اساس شغلنا هيلث بروموشن، اللي هو تعزيز صحه، خلاص اسايد من بقيه الحاجات اللي هي بريفنش. اتفضلي. انا كده فاهمه من حضرتك انه احنا وصلنا لمرحله من التطور العلمي في مصر اننا بقينا بنواكب ما تصدره بيانات وزارة منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى عالمية. إحنا الكلام ده بصراحة لغاية فترة قريبة يمكن كام سنة كنا بنهزر لما كنا بنقول كده، كنا إحنا بعيد قوي عن التطور اللي بره. بس أنا الحقيقة بعد الساعات اللي قضيتها النهاردة هنا أنا شايفة إنه لا، دي حقيقة بقت واقع دلوقتي. طبعاً
ما هي بصي حضرتك احنا لغاية 2011 كنا بيقولك ان احنا الهيلث سيستم البرنامج الطبي كله في مصر والخدمات الصحية ماشية بيسموها سيك مانجمنت، ان انا مجرد ان انا بتعامل مع المرضى. ما كانش وارد عندنا على الاجندة بتاعتنا نقطتين مهمين جدا اللي هو جزء تعزيز الصحة الهيلث بروموشن وجزء الوقائي. لكن احنا بدأنا دلوقتي من الحاجات اللي بتقيس تقدم دولة عن دولة ان انت يبقى عندك الجزء بتاع تعزيز الصحة الهيلث بروموشن ان هو يبقى هو الاوفر يعني اوفر رايدنج يعني هو الليدنج بالنسبة للهيلث سيرفيسز. اكزاكتلي اشكرك جدا وانا فخورة كمان ان انا تعرفت على شعلة حماس حقيقي زيكم كده هنا. حمست جدا الحقيقة لما عرفت انه النهاردة اصبح في وسيلة مختلفة للاطباء للكشف وهي سماعة، ولكنها سماعة وايرلس. دي موجودة فين؟ دي موجودة مع الطلبة من سنة اولى، من اول يوم دراسي في السنة اولى في كلية الطب القوات المسلحة. احنا في تطور كبير جدا بيدخل دلوقتي علينا في المنظومة الطبية في مصر، علينا ان ننظر لهذا ومواكبة التطور التكنولوجي. سيادة العقيد كلمنا بقى اكتر، احنا هنا في غرفة ايضا من غرف المحاكاة، فكلمنا اكتر. وانا زي ما حضرتك لسه قايل دلوقتي انه هارفي ده اشهر مريض موديل في العالم، مش كده؟ هو احنا دلوقتي في اوضه هارفي. هارفي هو مريض قلب، وهو مريض قلب من الستينيات وما زال لغايه دلوقتي بيتعالج. النهارده في المعمل ده مخصوص، يعني خصوصا هارفي في حاجه مميزه. واحنا لما بنيجي نتكلم على التكنولوجيا الجديده في التعليم الطبي، فكنت حابب ان انا اوري حضرتك الوايرلس ستيثوسكوب. جرت العاده على ان الدكتور اللي بيشرح للطلبه هو بيسمع وبعدين بيحاول ان هو يخليهم يسمعوا اللي هو سمعه، سواء كانت صوت القلب دي الاصوات الطبيعيه او الغير طبيعيه. الموضوع ده كان بيبقى فيه بعض التزاحم، الطلبه ممكن ما تبقاش عارفه تحط فعلا السماعه في المكان الصح وما تسمعش صح. فكره ان احنا نبقى دقيقين في ان المعلومه الطبيه تتنقل للطالب، هي دي كانت الشغل الشاغل بتاعنا. وبالتالي لما احنا وفرنا هذه الامكانيات ان الانستراكتور دلوقتي وهو قاعد بيدي الدرس هو هيسمع المريض تمام، وهيتاكد ان الصوت اللي هو سمعه ده هو اللي المفروض الطلبه كلها تسمعه. الطلبه هتسمع عن طريق الوايرلس ستيثوسكوب هو نفس الصوت اللي المريض بيصدره واللي الدكتور نفسه عاوز يوصله للطالب. لا دي كل طالب هيخش very sensitive وبتوصل الصوت بتقنيه عاليه جدا، وكل طالب هيبقى معاه سماعه. مجرد ما هو يدخل المعمل هيبقى معاه سماعه، مش هينفع ان احنا نبدلها ما بين الطلبه. وبالتالي ما فيش تزاحم، في فرصه وفي انفايرمنت مناسبه للتعليم وفي هايجين اكتر. ما يستغربش لما يقابل الحاجات التكنولوجيه الجديده دي، يبقى هو اوريدي عينه اخذت عليها من هو بيدرس في مصر هنا. عاوز اقول لحضرتك ان احنا بنهتم بالقصه بتاعه التكنولوجيا وفي نفس الوقت الاثكس اللي هي أخلاقيات المهنة. يعني ممنوع أن الطالب يمارس أي مهارة على الدمي أو المانيكن غير لما يستأذن. يعني إحنا بنخلي الطالب ونعلمه أن هو يستأذن من الدمي قبل ما يمدي إيده عليه. أشكرك يا سيادة العقيد، نستكمل الجدول الجولة بعد إذنك. تفضل. في داخل كلية الطب بالقوات المسلحة توجد 7 معامل بتمارس فيها ما يعرف بالبراكتيكال سيشنز أو التدريب العملي على اللي بيدرسوه. الحقيقة إنه ده أحد هذه المعامل دخلناه، وأعتقد إنه هنعرف دلوقتي هنا قالوا لي في البداية إنه هنا معمل الهيستولوجي وهو علم الأنسجة. الفرق ايه يا دكتوره حضرتك من طب عين شمس ومنتدى بهنا، الفرق ايه في التدريس؟ خلينا نتكلم الاول على اللي احنا فيه، المعامل هنا دلوقتي والتجهيزات، الفرق ايه؟ تجهيزات المعامل هنا هوت على اعلى مستوى. المعمل هنا 1 من 7 معامل موجودين في الكليه مجهزين على اعلى مستوى. عندنا عدد ميكروسكوبات 50 ميكروسكوب في المعمل، ميكروسكوبات زايس الماني احدث فيرجن من الميكروسكوبات. بيبقى كل طالب هنا بيتاح ليه ان هو يقعد كل طالب على ميكروسكوب، فده يبقى ليه أي يعني أعلى فرصة تعليمية، بياخد يعني تعليم على أعلى مستوى. إحنا قلنا فيه 7 معامل هنا. تجهيزات.
ايه المعامل اللي موجوده؟ هيستولوجي وايه هيستولوجي؟ في باثولوجي اللي هو علم الانسجه المرضيه، في عندنا معمل الميكروبيولوجي اللي هو علم الكائنات الدقيقه، في معمل الباراسايتولوجي اللي هو علم الطفيليات، في معمل البايوكيمستري، معمل الفسيولوجي اللي هو علم الانسجه، والبايوكيمستري اللي هو علم الكيمياء الحيويه، وفي معمل كمان في قسم الفارماكولوجي اللي هو علم الادويه. سبع معامل يعني مجهزه باحدث التكنولوجيا. بالظبط بالظبط. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة غادة، نورتينا. أهلا وسهلا. كلية الطب دائما عارفين انه بيبقى فيها كده مجموعة من الأماكن اللي لازم يجب الذهاب إليها، وبتبقى أساسية الحقيقة في دراسة الطب. من ضمنها مكان ربما هو أكيد مش المفضل على قلوبنا، لكن هو مكان مهم جدا، وهو المشرحة. عرفنا انه المشرحة هنا داخل كلية الطب في القوات المسلحة الحقيقة فيها جثث تسمى بالجثث البلاستينية. بلاستينية بنتكلم هنا على فرق ما بين الجثث العادية اللي موجودة في كليات الطب المختلفة، وما بين الجثث اللي بنجيبها من برة أو بنستوردها من برة بيتم دراسة طلبة كلية الطب العسكري أو طب القوات المسلحة عليها. إيه الفرق والمشرحة هنا عبارة عن إيه، والفرق بينها وبين باقي أي مشرحة أخرى في كليات الطب المختلفة؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. فيعني هنا أنا شايفة هنا حاجة عندنا مبدئيا whole body، ده جسم كامل. كانت تبقى الدنيا أسهل بالنسبة لي الحقيقة لو ما كانوش قالوا لي معلومة أنه دي جثث حقيقية بالأساس، لكن يعني كان لازم أتعايش مع الموقف من أجل العمل. أنا عايز أعرف بقى دلوقتي، دي قالوا لي إن دي جثث حقيقية. تمام. حضرتك الجثث في الجثث البلاستينيه ديت بتختلف عن الجثث العاديه اللي كان الناس متعوده ان هي تشوفها في كليات الطب بتدرس عليها في كليات الطب المختلفه، الناس بتدرس عليها اللي هي بتبقى معموله بالفورمالين. ان الجثث هنا بتفضل محافظه على شكلها وعلى لونها وعلى التفاصيل بالكامل مدى الحياه، من يعني من تاخد من حوالي 10-15 سنه يعني على الاقل عشان يبدا يحصل فيها اي تغيير. فرقها عن الجثث العاديه اللي بتتعمل بالفورمالين، اللي الجثث بتاعه الفورمالين اولا لونها بيتغير، في عضلات كتير شكلها بيتغير، الاورده والشرايين كتير منها بيتقطع وما بيكونش باين، في حاجات كتير جدا الطالب وهو بيدرس ما بيكونش عارف ان هو ايه يتفرج عليها، وبيضطر كده ان هو يبدا يقعد يتخيل بدماغه الحاجه ديت ممكن يكون شكلها غير لما يبقى كل اللي انت بتقوله ده موجود فعليا قدامه. دلوقتي الجثث ديت حضرتك لما تبصي عليها هتلاقيها نفس بالظبط الحاجات اللي بتترسم في الكتب بتاعت التشريح. ايه اللي انت في دردشتك مع اصدقاء، عندكم اصدقاء في كليات طب اخرى؟ اكيد. ايه في دردشتك كده اللي حاسس انه ميزه موجوده عندك هنا فيما يتعلق باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، المشرحه والتعامل مع جثث هي اصلا حقيقيه عن الكليات الاخرى؟ هنا طبعا يعني بختلف طبعا اي طالب في كليه الطب بره، ان انا هنا بقدر ادخل المعمل في اي وقت، طبعا ده مختلف عن بره جدا. هنا الاعداد بتبقى صغيره، ان انا اقدر اشوف كل حاجه لوحدي. هنا طبعا زي ما عرفنا ان دي جثث حقيقيه، ان انا دلوقتي ببعد بعيدا عن التخيل شويه واسيب الاطلس وابدا اشوف كل حاجه قدامي مظبوطه، يعني سواء اعداد صغيره. يعني انا بالنسبه لي لما باجي اقارن اي معلومه انا خدتها ما بلاقيش، يعني لما بشوف اي طالب طب زي في سنه تانية بره ما فيش اي معلومه هو عنده مش عندي، بالعكس انا بلاقي سهوله جدا في ان انا احصل على المعلومه، مش بس بعتمد على الاطلس بالنسبه لي عباره عن 2D، لا انا هنا شايف الحاجه 3D image. كمان بالنسبه لاستخدام الجثث بره، طبعا بنستخدمها هنا ما ينفعش ما نستخدمهاش، بس الجثث بره بتبقى فيها فورمالين، وناس كتير جدا عندها حساسيه من الفورمالين، ده رقم واحد. كمان الجثث بره، الجثث اللي هنا داخل المشرحه خاليه من الفورمالين، هنا في البلاستينيتد موديل خاليه، البلاستينيتد موديل هنا خاليه من الفورمالين، ده رقم واحد. كمان الكاتيفرز العاديه اللي بره بتبقى ممكن تكون ميسيوزد باي اذر ميديكال ستودنت تاني، يعني ما تكونش صالحه، ممكن يكون حصل قتل ارتري معين، فانا اجيها بقى لما اجي انا اشوفها بعدين تكون قد اسيء استغلالها او استخدامها من اي مستخدم اخر. بالظبط. كمان ممكن تكون هي بقى لها مده طويله جدا، اجيال
اتعلمت عليها. نظر كمان مختلفة جدا عن ايه اللي بيميز دراسة الطب داخل القوات المسلحة هنا عن دراسة الطب برا. اسمع بقى منكم، هو يعني اللي بتلاقوه هنا في المشرحة ممكن ما يبقاش موجود برا، هو الفاسيليتيز هنا اكتر ازاي؟ زي ما احنا شايفين يعني، ممكن اشرح على ورا حضرتك، يعني احنا شايفين طبعا هنا العضلات يعني المظهر بتاعها يعني يكاد يكون اكثر من رائع. هنا مثلا احنا شايفين هنا ادي دي النيرفز اللي هي الاعصاب، الاعصاب، وطبعا احنا هنا شايفين ادي الارترز، الارتري طالع اللي هي الشرايين والاورده، طبعا شايفينها بوضوح جدا، بنشوف الانترنال اورجانز اللي هي الاعضاء الداخليه داخل جسم الانسان بوضوح يعني شديد، بنشوف كل التفاصيل والتدقيق اللي ممكن تكون في اي جثه، وبالتالي طبعا يعني طبعا اتس يعني ايزي تو يوز، يعني سهله الاستخدام، يعني لازم بس يعني لو عايزين نشوف اي حته من اي سايت معين بن جاست اللي احنا بنلفها. وفي طبعا ممكن تشرح لي جهاز الهضم كده، ويعني قولون بما انه لا مثلا مش حاضره بسكه، يعني انا مش حاضره مش الدرجه دي، يعني الجهاز الهضمي كده والقولون قول لي كده مثلا. انا صراحه اكتر حاجه بتبهرني في الجثه دي يعني اكتر من الجهاز الهضمي اللي هي المخ بالذات، لان حاجه دي اكتر حاجه بتبهرك، لان هي بتبقى صعبه جدا ان انا اشوفها على يعني على الجثه اللي هي. طب اشرح لنا، طب اشرح لنا يعني في الجثه الفورمال اللي هي بتبقى فورمالين بريزرفد كاديفرز، الحاجات دي كلها بتبقى لونها بني، ما بقدرش اميز الاستراكشرز. هنا مثلا زي ما احنا شايفين دي سيريبرال هيمسفير فوق، انا يعني في بعض الكلمات مش هقدر اترجمها بالعربي، فهي يعني ده ستراكشر انجلش اعتقد يعني معظم الناس هتبقى فاهمينه، وتحتيها ده اللي هو الكوربس كالوزم. حضرتك لو بصينا هنا هنلاقي اللي هو الارتري، هو البلاد سبلاي للبرين، ده في الفورمالين، في الفورمالين بريزرفد كاديفرز، ده اصلا مش موجود. انا بشكركم جزيل الشكر، وانتم حقيقي نموذج مشرف للطبيب المقاتل اللي بيبدا حياه طبيه بالعقيده العسكريه اللي نتمنى ان هي ان شاء الله تفيد هذا الوطن. شكرا لك. المشرحة اللي كنا فيها دلوقتي هي خاصة زي ما شرحنا بالبلاستينيتد بوديز، إنما هنا إحنا دلوقتي دخلنا للمكان أو القاعة اللي فيها البلاستيك مودلز. إيه الفرق بين الاتنين وكل قاعة بتختلف عن التانية في إيه؟ ده اللي حيسعدني إن أنا أتعرف عليه مع مجموعة كده من شباب مصر اللي جميل. أهلا بيكم يا دكاترة. أنا طالب في السنة الثالثة دلوقتي، حضرتك موجود هنا في بلاستيك مودل لاب. بلاستيك موديل لاب ده فيه اكتر من 500 قطعه، القطع دي كلها هاي كواليتي، تقدر تشوف بيها ادق التفاصيل. المكان هنا ككل يعني بيتيح لكل الطلبه ان يبقى فيه هنا قطع من الاورجنز تحت الجسم كلها، اعضاء الجسم كلها بتتيح لكل طالب انه يشوف التفاصيل الدقيقه في كل قطعه من القطع دي، ودي الحاجه اللي بره محدش بيشوفها. يعني هنا احنا ممكن اشوف التفاصيل دي واقدر اربطها بالواقع واقدر اشوفها على بعنايه، عن فقط ان انا اتخيل الموضوع ده شكله عامل ازاي. فهنا احنا عندنا يعني امكانيات مش موجوده تقريبا بره، احنا عندنا هنا تكست بوكس دي كلها من مختلف انحاء العالم، وكلها سبيشال اديشنز وكلها اصلي. الفكره كلها عندنا هنا ان اصدارات محدده يعني، تمام، حاجات اللي هي تو ذا بوينت، يعني زي ما بيقولوا النقطه اللي ملخصه ومنجزه يعني، مظبوط، اللي هي محتاجه انا كدكتور كطبيب اعرف ايه المعلومات دي. البلاستيك مودلز لاب هنا يعني موجود فيه قطع مختلفه، يعني في هنا قطع بونز موجود ورانا، سكشن كامل البونز في كل العظم اللي موجود بتاع الجسم الانسان، في قطع من الجهاز التنفسي، من الجهاز الدوري، من الجهاز البولي، في قطع كتير جدا موجوده. طب انا فهمت انه البلاستينيتد افضل من البلاستيك عشان الفورمالين، مظبوط صح كده؟ طيب يبقى بس احنا كده بنرجع تاني لاهميه انه الطلبه تدرس على البلاستيك، يعني قصدي اقول انه حتى مع انه عندنا كليه الطب القوات المسلحه متقدمه ومتطوره انه بنجيب دلوقتي البلاستينيتد بوديز دي من بره، لكن كمان الحاجه للبلاستيك مودلز دي موجوده. هو فاهم، هو بس الفكره كلها احنا عندنا بلاستينيتد هي طبعا معموله بتكنيك معين. بلاستينيتد دي اولا ان تاتش، يعني ما ينفعش ان انا امسكها. ليه؟ لان هي معموله بتكنيك معين وممنوع، قالوا لي كمان ممنوع يعلموا بيها الا بالليزر بوينتر. ليه؟ لان هي فراجايل جدا، هي بالنسبه لنا حساسه جدا، حساسه قبل الكسر زي ما بيقولوا، فليها تكنيك معين. اما البلاستيك موديل لاب زي ما حضرتك تشوفي هنا، زي ما زمان لي هوري حضرتك ان انا ممكن البلاستيك مودلز افك القطعه،
يعني ممكن اشوف ادق التفاصيل وممكن اشيل الحاجه مانيولي. يعني دي مثلا بلاستيك موديل يعني للودان صح كده للاذن. طب دي كل ممكن يعني بارتس هير كان بي ديفايدد يعني كان بي ديفايدد ان انا اشوف الموضوع في بلاستينيتد ان انا اشوفها كقطعه كليه كبروسكي حاجه كبيره يعني هنا اقدر افكها بايديا واقدر امسكها وبرده الفكره كلها في التاتش يعني انا لو مسكت الحاجه بايديا عمري ما هنساها لو عملت لها ابلكيشن في حياتي العمليه عمري ما هنساها شفتها بايديا ومسكتها وعملت لها اكزامينيشن عمري ما هنساها بعد كده. رائع. استاذنك بقى تدي المايك لزميلك. اجابه على سؤال حضرتك يعني ان احنا لازم عندنا ثلاث حاجات الجثه الحقيقيه عشان ابقى شايف منظرها الحقيقي عامل ازاي والبلاستينيتد لان انا ارض اقدر اشوفها وهي حقيقيه بس اشوف الاشكال بالوان من غير ما تبقى متقطعه لان هي لما بتستهلك ممكن تقطع ما تبقاش باينه قوي وفي نفس الوقت البلاستيك مودلز يعني زي ما حضرتك شايفه انا ممكن افكها زي ما انا فكك القلب هنا ده ايه اللي عندك القلب ده قلب زي ما انا فكه قادر اشوف الفيجيتيشنز جوه بسهوله قادر اشوف الفالز من غير ما اتلخبط فيهم قادر اشوف برضو الارتريز والفينز بسهوله من غير ما يبقوا الشرايين والاورده من غير ما يبقوا متلخبطين ببعض قادر ان انا افرق كل بارت في القلب اذا كان فنتريكل او اتريوم بسهوله فهم الثلاث حاجات بيكملوا بعض فلازم الثلاثة يبقوا موجودين هم موجودين ده شيء رائع فانت مبسوط هنا انه في دراستك في كلية طب القوات المسلحة انت عندك من التكنولوجي ومن الادوات والاساليب العلمية اللي يخليك فاهم انت بتدرس ايه مش بتحفظ وخلاص انت فاهم وبتجرب ده عملي قدامك اكيد وعند كل حاجة وعند كل حاجة موجودة سنة كام؟ سنة تانية واحب اوضح نقط انا الحقيقة لمستها بنفسي شخصيا في الدراسة هنا وهو اني زي ما انت شايف حضرتك في حاجة مثلا زي الاي والكلام عن الحركات بتاعت الاي جول نفسها ازاي بتتحرك والكلام ده الكلام ده كله كان في الجامعات بره بتشوفيه حضرتك ان هو مجرد ان الطالب بيحفظ او الكلام ده لا هو حضرتك بصي زي ما احنا شايفين كده الموفمنت بتاعت الايز لا انا ممكن اشوف الماسلز اللي بتحركها واعرف اتخيل الكلام ده كويس فانت الجزئيه دي انه انت عندك اديشنال سبلمنت موجوده بتساعدك دي مش موجوده الحاجه دي نفسها مش موجوده بره في الكليه مش موجوده في اي حته تانية زميلك كان بيتكلم على التكست بوكس وبيتكلم على فكره قد ايه دي بتفاسيليتيت الدنيا وتسهل الامور كلها اكيد اكيد وفكره ان انا انقل من مجرد رسومات لا انا اخليها واقع ملموس وما ننساش طبعا ان من اهم الحاجات اللي بتبقى بتخلي الشخص يعرف يتذكر هي اللمس ان انا دي ذاكره لوحدها بس والتعامل نفسه مع الحاجه ان انا اقدر افككها واركبها زي ما حضرتك شايفه كده دي كانت اصلا دي المفروض العين بتاعتها لان انا اعرف اتخيل ايه layers beyond layers طبقات ورا طبقات واتخيل بقى الشكل التركيبه نفسها عامله ازاي والحركات نفسها بتاعت الاي طب انا عماله بتكلم معاكم بشكل بقى يمكن تكنيكال قوي وشكل علمي قوي انا عايزه اخدكم لجانب تاني شويه انتوا طلبه في كليه الطب قوات المسلحه بتجمعوا ما بين العلم في الطبي والعلوم العسكريه القيادة العامة للقوات المسلحة وزارة الدفاع بتشجعكوا ازاي؟ هل مثلا حصل انه مره وزير الدفاع جزركوا مثلا رئيس اركان القوات المسلحة في يعني كلموني بقى عن الاجواء دي خدوني ليها. القيادة العامة مهتمة جدا بالكلية او بشكل شامل اكتر بالمنظومة الطبية في القوات المسلحة كلها وده بدليل تنظيم السيد القائد العام فريق العروسة دي صبحي لمؤتمرات كان اخره مؤتمر المركز الطبي العالمي. وسيد فريق أول سيد صبحي زارنا أكتر من مرة أيا كان في طابور لياقة أو في اليوم الدراسي العادي وبيهتم جدا بنشطتنا وأي طلب بنطلبه بيبقى متوفر أو أي إمكانيات زي ما حضرتك شايفة بتبقى موجودة حتى في عندنا برضو شاشات 3D إن احنا ممكن نشوف أي فيديو موجود مثلا لبون زي ما حضرتك بتسألي ليه ما أقدرش إن أنا أكسر البون طب ما أنا ليه أكسرها ما أنا ممكن أشوفها 3D بس وابقى عليها سليمة زي ما هي حافظت لكن عليها وشفتها 3D وشفت الانترنال ستراكشر وكل حاجة في نفس الوقت بالتكنولوجيا اللي عندي المتوفر صح عايز اسالك معلش تديله المايك تاني هل وزير الدفاع معالي وزير الدفاع بيزوركوا هل القياده العامه للقوات المسلحه بتزوركوا انت ازاي او ايه اللي موصلك احساس يعني اصل بص الانخراط قوي في المواد العلميه الطبيه بالذات ده ينسيك اي حاجه ازاي عندك الجانب العسكري طول الوقت متوازن وموجود طول الوقت حاسس انك مقاتل ما شاء الله عليك والله اكبر كلكم بتقولوها بفخر كده وبشرف الحته دي بقى متوازنه ازاي عندك لان هي دي الحياه الطبيعيه يعني المفروض حضرتك احنا في اول حاجه اتعلمناها في الكليه الحربيه ان هو ده اليوم الطبيعي ان الطبيعي ان الانسان يصحى الصبح بدري مش ان هو يومه يبدا متشقلب او ان صباحه يبقى ليله فهو ده الطبيعي يعني ده المفروض اللي اي بني ادم يعمله يصحى الصبح ينزل يجري يلعب لياقه
يحسن من مستواه في اي ناحيه، ناحيه علميه، ناحيه حتى فنيه. يعني انا في نشاطي الموسيقي في الكليه هنا، يعني انا بعزف جيتار، والموضوع ده نميته هنا جامد واشتغلنا عليه وعملنا حفلات، وعندنا هنا موسيقار حسن فكري هو المشرف على موضوع النشاط الموسيقي. فهنا احنا بنجمع يعني اللي هي الميكسشر الغريبه اللي الناس بيستغربوها شويه، التركيبه الغريبه التركيبة اللي هو الغريبة. طب مع علوم عسكريه يعني انا عايز اقول لحضرتك، انا كنت السنه اللي فاتت بعمل حفله بالنشاط الموسيقي بالجيتار، فكنت لابس بدله عسكريه. الله. فالناس استغربوا المنظر، قال لك انت لابس بدله عسكريه وبتعزف. فهي دي بقى ده الميكس اللي انا بكلم حضرتك عنه، هو احنا هنا بنجمع ما بين الانضباط العسكري وكمان في نفس الوقت ان احنا نبقى عندنا اخلاص للحب، الحب الوطن، ان احنا اللي بنتعلمه هنا من اول يوم في الكليه الحب الوطن وحب مصر، ويعني ايه مصر، ويعني ايه سلام العالم، ويعني ايه سلام الوطن، ويعني ايه صوت الشعار. تزعل لما تلاقي شاب في سنك كده بره كده بصراحه كده، تزعل لما تلاقيه بيتريق اللهم ارزقنا هجره خارج البلد، انتقاد يا عم فكك من الخدمه العسكريه، تزعل قلبك يوجعك كده، انه بتبقى نفسك تقول ايه للشباب دي؟ هو انا ببقى نفسي اقول لهم ان انا كنت زيكم في يوم من الايام، كنت شاب وكنت في ثانويه عامه وكنت بدرس عادي جدا. انما قصدك يمكن قبل ما تدخل قبل اخش وقبل اخش الحياه العسكريه والمجتمع العسكري كنت شاب، ولكن اللي فرقني عنه اني انا كان ليا هدف وكان ليا حلم وحققته الحمد لله، وصلت كليه طب قوات مسلحه، وانا سعيت ان انا اعمل الهدف ده وسعيت وراه، وفي نفس الوقت انا كان عندي اخلاص لجيش بلدي. انا عايز اشكركم جدا جزيل الشكر، وعايز اقول كلمه وهي مش مجامله ابدا، انا الحقيقه من وسط معرفش مئات معرفش آلاف اللقاءات اللي عملتها في حياتي، مجموعة اللقاءات اللي أنا عملتها النهاردة وتحديدا مع الشباب أنا فخورة بيها، وأعتقد أن أنا هفضل بإذن الله طول حياتي فاكراها، لأن أنا شفت النهاردة كمية من الحماس داخل هذا الشباب غير طبيعية في الوقت اللي العالم كله بيحاول، أو يعني كتير جدا بره بيحاول يصدر صورة أنه الجيش صعب قوي، الجيش قاسي جدا. أنا على النقيض شفت طلبة من أول سنة دراسة في كلية الطب والقوات المسلحة شايفة قدامها فكرة أنه الالتحاق بهذه الكلية اللي هي تعتبر جديدة طبعا من كليات الطب أو أحدث كليات الطب في مصر، كلية الطب والقوات المسلحة، هم شايفين فيها أنه الدراسة ثم التخرج منها دي مش بس أنك بتنال شرف أن تكون طبيبا تنقذ حياة الناس، أنت بتنال شرف أكبر وهو شرف العسكرية الجندية المصرية بحق، كما قيل أننا خير أجناد الأرض. أثناء جولتنا داخل كلية الطب بالقوات المسلحة لاحظنا أنه في عدد من الأطباء والأساتذة في التدريس من المدنيين، يعني هم أساتذة في كليات أخرى ومنتدبين هنا للعمل. طبعا ده على طول بيطرح سؤال أو أسئلة كتيرة الحقيقة عن طبيعة أو الفرق بين العمل في داخل كلية عسكرية وكلية مدنية، عن التخصصات الموجودة هنا، فكرة كمان الاستعانة أنه كليات طب القوات المسلحة مش منغلقة على نفسها، هي كمان بتستعين بالخبرات والكفاءات والكوادر الموجودة في أي مكان، وإحنا شفنا ده وربما في اللقاء المفتوح مع الطلبة. تعالوا نشوف هذا الجانب الآخر مع دكاترة. سعيدة أن أنا واقفة وسط طبيبات سيدات جميلات مدنيات يعملن أيضا في الحياة العسكرية. الفرق إيه بين الحياة المدنية وممارسة الطب فيها ثم الانتداب أو شرف الوجود داخل الحياة العسكرية؟ هو طبعا هو شرف فعلا، وأنا سعيدة جدا بالعمل هنا وتشرفت بالعمل في كلية طب قوات المسلحة، ومستمتعة بالتدريس، طلبة منضبطين وفعلا يشرفوا، وبدرس لهم أو بجتهد أن أنا أدرس بأحدث الطرق الحديثة في أي كلية طب في أي دولة متقدمة، والاستجابة الطلبة هايلة، والكلية مديانة كل السبل ان احنا نطبق الطرق الحديثة في التدريس، وشايفين كل يوم عن التاني ان في تقدم وفي يعني حاجات مبشرة ان هم ان شاء الله هيطلعوا طلبة متميزين وهتفتخر بيهم القوات المسلحة وهتفتخر بيهم مصر كلها. طب انا هسأل حضرتك سؤال يا دكتورة،
فكرة أو إنه الإحساس إنه القوات المسلحة بتستعين بالخبرات والكفاءات في كل المجالات. بس خلينا نتكلم النهاردة عن المجال الكفاءات الطبية بما إن إحنا داخل كلية الطب القوات المسلحة. دي تنفع بإيه ودي إيه الرسالة اللي ممكن توصل بيها؟ طبعا انا ببتدي اقول ان انا طبعا يعني بتشرف ان انا بشتغل هنا ومبسوطه جدا ان انا اشتغلت في كليه الطب القوات المسلحه، ومكان حقيقه يعني واعد وفي امكانيات كويسه جدا، والطلبه هنا منضبطين جدا. وكان من الحاجات الجميله جدا ان احنا كلنا من باك جراوندز مختلفه، من كليات مختلفه وجامعات مختلفه، وده بيخلينا ان احنا طبعا يعني انتجريت معلوماتنا ونتكامل، ويبقى في دي فرصه ان احنا نقدم للطلبه احسن حاجه ممكنه. واحنا فعلا على طول بنحاول نحسن من نفسنا ونقدم لهم احسن، ونتبادل خبراتنا ومعلوماتنا مع بعض، وبندرس لهم اساليب تعليم متقدمه، ودايما بنحاول نخليهم كلينيكلي اورينتد، ان هم يبقى مش بس معلومات نظريه بحته، لكن من الاول خالص بنخلي المعلومات نوريهم ازاي المعلومات دي ممكن يطبقوها في الحياه العمليه، وده بيخليهم فعلا ان هم يعني متميزين جدا ومختلفين عن طريقه التدريس التقليديه اللي هي بتبقى بس نظريه. رائع جدا. دكتوره هسال حضرتك سؤال، ازاي يمكن زي ما دكتوره عزه كانت قالت وسمعناها كتير الحقيقه، انه كليه الطب القوات المسلحه الحقيقه وفرت كل سبل الممكنه والوسائل لتواصل افضل، لتعليم افضل، ولبحث تطوير افضل، سواء للطلبه او لهيئه التدريس. ده ازاي بتلمسيه او بتحسيه هنا؟ هو الحقيقة الولاد هنا مختلفين، أو توجه الكلية مختلف، إن الجراديويت بتاعهم الخريج مختلف عن أي خريج تاني، لأن هم بيدوروا على حاجة اسمها competences دي، يعني مش بس متعلم، ده هو عنده علم وعنده مهارات وعنده attitude أو توجه، وعلشان يعمل ده لازم يكون اصلا اختار الطالب بشكل كويس، ولازم يكون اختار عضو هيئة التدريس بشكل كويس علشان يقدر ينقل هذه الخبرة ويحقق ده. ودايما بيتقاس الحقيقه، لان احنا عندنا continuous assessment، الولاد بيمتحنوا وبيتقيموا بلوك باي بلوك، وده بيبقى فيدباك لينا وللولاد علشان continuous التطوير او التحديث المستمر لمهاراتنا وجداراتنا جميعا كاساتذه، كقدوه حسنه للولاد وللولاد طبعا، لان هم في الاخر بيتقيموا على هذا. دكتورة اسمحي لي أسأل حضرتك عن النواحي التكنولوجية، عن المعامل، عن المختبرات، عن التكست بوكس اللي موجودة هنا، رأي حضرتك فيها إيه؟ الحقيقة في البداية لازم يعني أقول إن أنا متشرفة بالعمل هنا، شرف كبير جدا، لأن ده صرح شامخ ويكفي إن هو ينتمي للمؤسسة العسكرية اللي كلنا بنكن ليها كل الاحترام والتقدير، ونتمنى ونتشرف إن احنا نبقى جزء منها، وإحنا فعلا متشرفين بالعمل في هذا المكان، وبنتمنى إن احنا يعني كل يوم احنا حاسين إن احنا بنجري دايما في تنافس مع أي حتة برة، ودايما في كوميونيكيشنز مع الجامعات برة، بنختار دايما أحسن الأساليب وأحسن سيستم علشان نقدر نخرج أو نخلي الخريج اللي طالع من الكلية من أحسن الخريجين في العالم. الطالب بيسافر في مؤتمرات في الخارج، فده بينمي عنده السكيلز بتاعته والكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز، وفعلا أنا لاحظت أن الطالب هنا مختلف عن الطالب في الجامعات التانية اختلاف كبير جدا. أولا واثق من نفسه، عنده المقدرة أن هو يتكلم ويتناقش بكل يعني طبعا بكل حرية، بيتكلم وإحنا بنسمع له، والحقيقة بيبقوا يعني الطالب يعني متميز فعلا عن أي طالب موجود بره. حسيت بكم حماس رهيب بين الطلبة هنا. في حماس وتنافس رهيب، وده بيسعدنا جدا وبيخلينا إحنا كمان بنجري معاهم، عايزين إحنا كمان نبقى أفضل وإحنا نقدم أحسن ما عندنا علشان نشجعهم ونوصل بيهم لبر الأمان، لأن أنا متأكدة إن شاء الله من الشكل بتاعهم كده ومن التعامل بتاعهم معاهم إن هم إن شاء الله إن شاء الله هيطلعوا أحسن أطباء في العالم، ونفتخر بيهم، المؤسسة العسكرية تفتخر بيهم، ومصر كلها تفتخر بيهم. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، وحقيقي متشرفة بوجودي معاكم النهاردة.
هنا قاعة الامتحانات. عايزة أقول لحضراتكم إنه قاعة الامتحانات زي ما حضراتكم شايفين يمكن تقسيمة الداسكس وطريقة تقسيمتها بتفكرنا شوية بالقاعات في الصور اللي هي بتعبر عن التعليم الياباني اللي هي فيها كده المسافات محسوبة بالظبط، كل مسافة بين كل ديسك والتاني قد إيه وغيره. حاجة تانية اللي لفتت نظري كمان إنه في كاميرات مراقبة موجودة هنا، ولما سألنا الحقيقة قالولنا إنه كاميرات المراقبة دي طبعا بتصل من الدقة أو إن هي very high resolution، وإنه ممكن اسم الطالب نفسه اللي على الـ أو النيم تاج الخاص بيه طبعا من الكاميرا دي ممكن يوضح جدا، فده طبعا أكيد مفيش هنا قابلية للغش أو تداول أي ورق بين الطلبة وغيره. البعض يرى أن كلية الطب القوات المسلحة هي إضافة علمية كبيرة جدا للمنظومة الطبية والصحية في مصر. البعض الآخر ربما يرى أننا نسجل تاريخا جديدا في العلاج الطبي وفي المنظومة الطبية لمصر منذ افتتاح هذه الكلية. ليس فقط الفكرة ليست فقط في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والأساليب الحديثة، ولكن فكرة المزج بين دراسة الطب مع العلوم العسكرية، فكرة وجود الأساتذة ورؤساء الأقسام والمدرسين الموجودين بالفعل في كليات مدنية وانتدابهم للعمل هنا، فكرة هذا المزج بين أطياف كثيرة جدا الحقيقة، مجموعة من طلبة جاية من كل جمهورية مصر العربية من جميع المحافظات مع نقاط أخرى كثيرة جدا، أعتقد أنها تستحق منا الوقوف والتأمل والحديث بتركيز أكثر عن كلية الطب القوات المسلحة اللي بنفخر الحقيقة في قناة دريم أن تكون قناة دريم، هي أول كاميرات تدخل إلى داخل كلية الطب القوات المسلحة، كما نفخر أيضا بأن نجري هذا اللقاء مع اللواء طبيب أيمن السيد شفعي مدير كلية الطب القوات المسلحة. سيادة اللواء أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا لاستضافتك لينا. شرفتونا يا فندم، أهلا وسهلا. بداية نبذة بعد إذن حضرتك عن هذه الكلية، كلية الطب القوات المسلحة، وعن تاريخ إنشائها. بداية الكلية كانت الفكرة بتاعتها ابتدت في إبريل 2013، كانت في العرض على سيادة القائد العام في ذلك الوقت، كان سيادة المشير عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت. الحقيقة مع بداية العرض كانت رؤية سيادته أنه يتم دراسة الموضوع باستفاضة ولكن بالسرعة الكافية علشان نبدأ في المشروع، حيث أنه يعتبر حقيقة مشروع وطني ومشروع قومي، كان حلم الحقيقة لينا في القوات المسلحة وكأعضاء الخدمات الطبية بالقوات المسلحة منذ سنوات طويلة. وفعلا مع بدء الدراسة وافق سيادته وصدق على بدء العمل في الشغل فيها، وابتدينا فعلا الإجراءات الورقية، وكان ساعتها طبقا للمصير في ذلك الوقت دخلت للمناقشة في مجلس الشورى، كان في 2013، وصدر القانون فعلا سنة 2013 رقم 74، صدق عليه السيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت المستشار الجليل عدلي منصور. نعم. الحقيقة كان ده في شهر يوليو 2013، وفورا ابتدى بناء الكلية. وفعلا كعادة القوات المسلحة الخطوات السريعة المحسوبة المدروسة، كانت الطلبة فعلا الدفعة رقم واحد طب دخلت في أكتوبر في نفس العام. المناهج كيف تختارون المناهج؟ كيف يتم وضعها؟ هل مناهج الطب هنا هي نفس مواد ومناهج الطب عين شمس واسكندرية والقاهرة وغيره؟ فكرة إضافة العلوم العسكرية، معلش هي مجموعة أسئلة كثيرة ولكن متشوقين نعرف أكثر عن المناهج هنا. طيب خليني ابدا الاول انه الكليه مرت باكثر من مرحله، احنا يعني خليني ازعم انه حركات الكليه سريعه، وده لازم يبدو يبقى بالسرعه الكافيه عشان يواكب التقدم السريع في العلوم الطبيه. نعم. ومش بس العلوم الطبيه لكن طرق التدريس الجديده، لانه
كل الكليات المصنفة دوليا ما بقتش تدرس العلوم الطبية بالطرق التقليدية، يعني ما بقتش مجرد أستاذ بيقف ويدرس لطالب قاعد ماسك ورق فقط، لكن بقى جزء بورق جزء بنوتبوك على اللابتوب على السيرفر الداخلي، لازم ياخد فرصة للبحث العلمي، لازم ياخد فرصة انه يدخل على الانترنت علشان يتواصل على ويقدر يرد على الأسئلة اللي بيحطها له الأساتذة بتاعته. لكن على أي الأحوال أرجع للنقطة الأولانية، وهي انه المناهج التعليميه الاولى كانوا حطها الاساتذه اللي اشتركوا في تاسيس الكليه وهم اساتذه افاضل، كانت لهم رؤيه انهم خدوا افضل ما موجود في كليات الطب في جامعه القاهره وجامعه عين شمس. هل تم الاستعانه باي اساتذه او اطباء من كليات الطب جامعه القاهره؟ لا لا، بتكلم على بره اجانب او حاجه. البدايه عين شمس والقاهره بالزبط. تمام. لكن مع بدء عمل الكلية احنا كنا طموحين جدا، وكل العاملين الحقيقة في الكلية بما فيها المؤسسين كان الطموح بتاعهم مش مكتفي ان هو يخلي البنش مارك او مستوى المقارنة بتاعته بكليات الطب المصرية فقط، لكن لابد ان هو يقارن نفسه بالكليات المصنفة عالميا في المراتب الاولى. واحنا الحقيقة في الفترة اللي فاتت في انفتاح الكلية على العالم وكليات الطب اللي جيوش الدفاع الاجنبية، زرنا فعلا كلية الطب الولايات المتحدة والهند والصين واليابان علشان نشوف يعني التقنيات الحديثة وأسلوب إدارتهم للأمور وأسلوب إدارتهم ومزجهم بين الطب والعلوم العسكرية. نعم. فضلا عن مزجهم بين العلوم الطبية والعلوم الطبية العسكرية. لأنه بتميز كلية الطب القوات المسلحة المصرية إن الطالب مش بس بيحصل في نهاية دراسته الست سنوات على بكالوريوس الطب والجراحة زي أي خريج من كليات الطب المصرية عين شمس أو القاهرة أو اسكندرية أو خلافه، لكن كمان بيدرس مواد أو علوم طبية عسكرية زي طب الطيران والفضاء، زي طب جراحة الميدان، زي طب البحر وطب علوم الأعماق. ودي الحقيقة يعني إحدى الميزات اللي ما بيحصلش عليها طالب الكليات المدنية، لكن هي بتفيدنا كطبيب القوات المسلحة بالذات الأطباء المحترفين اللي بيعملوا سواء كانوا مع القوات الجوية أو القوات البحرية. والحقيقة إن الخبرة بتاعتهم بتعينهم في مهام خاصة بينا، وفضلا عن إنها كمان بتبقى محط أنظار بعض الكليات الأجنبية. سيادة اللواء، هل إحنا دايما طول الوقت عندنا في مصر هنا بنقول كلمة معروفة قوي إنه الخريج المصري من كتر ما بيقابل من إحباطات، ده عموما في أي جامعة في مصر، من إحباطات ومشاكل وسلبيات فإنه بيحبط ولا ينتج ولا يعطي البلد العلم المرجو منه، في حين إنه نفس الشخص ده لما بيسافر لدولة أخرى عندما يجد الظروف الحاضنة لنجاحه فهو بيتقدم وبينتج، وبنفضل إحنا قاعدين هنا نقول ده طيور المهاجرة، ده الأفكار والعلماء وغيره اللي بره اللي خرجوا بره مصر. أنا يهمني جدا الحقيقة في ضوء عقليات مشرفة أنا كنت فخورة إن أنا أتعرف عليها النهاردة من الطلبة، من أبنائنا وإخواتنا الطلبة في كلية الطب القوات المسلحة، إن أنا أعرف، يهمني أعرف إحنا إزاي ممكن نحتضنهم بعد التخرج إن شاء الله، بعد سنوات التخرج كيف يمكن إدماجهم للعمل، وهل ممكن يعملوا في مجالات مختلفة في جامعات مختلفة ولا تقتصر عملهم فقط على القوات المسلحة؟ خليني الأول أرجع بحضرتك وأقول لحضرتك هو مين المريض اللي بيتعالج في مستشفيات القوات المسلحة؟ يعني من هو المستفيد من الخدمة داخل مستشفيات القوات المسلحة من الأطباء خريجين كلية الطب في المستقبل، أو من الخريجين الكليات العادية اللي التحقوا بالعمل القوات المسلحة زي أو زي الزملاء دول؟ خليني أقول إنه أكبر جزء من المدنيين الحقيقة بيدخل مستشفيات القوات المسلحة لا يقل عن تلت المرضى اللي بيتعاملوا مع مستشفيات القوات المسلحة مباشرة بيبقوا من المدنيين
وسواء كانت للمجمعات مثل المعادي او الجلاء او مصطفى كامل او كوبري القبه، المجمعات المنتشره اللي ما بتخدمش فقط القوات المسلحه لكن بتخدم المدنيين في جميع الظروف وجميع الامراض، ربنا يشفي الجميع. دي اول نقطه لازم اوضحها لحضرتك. اذا الخريج بتاعنا او يعني طبيب القوات المسلحه هو بيخدم قطاع عريض من المدنيين او من المرضى المصريين. القطاع الثاني هو اسر عائلات اللي هي ضباط والصف والجنود، ودول برضو هنقول ان هم ما هماش يونيفورم، ما هماش مرتدي الزي العسكري. اذا القطاع العسكري فقط ده بيمثل قطاع برضو، ما بيمثلش الغالبيه العظمى. الغالبيه العظمى هي الاسر، سواء كانت اسر العسكريين او اسر المدنيين. نعم. فدي نقطه اول يعني نقطه مهمه جدا وفاصله. فاذا انا لو انا خرجت الخريج بتاعي بمستوى متميز، خليني اقول لحضرتك مهارات عاليه، مهارات فنيه، مهارات التواصل، الفهم الجيد والرؤى البحثيه، يقدر يبني ازاي يعالج، يقدر يبني على تخصصه، ويقدر يبني بسهوله، ويقدر يدور في البحث العلمي. يهمني اسال سؤالي مهمين جدا، ما هي اهم معايير اختيار او قبول الطلبه نفسهم للكليه؟ مين اللي يتقدم في الشروط، ايه اللي مطلوبه منه؟ وما هي لاحقا يعني بعد ما حضرتك تجاوب على السؤال ده معايير اختيار اعضاء هيئه التدريس؟ تمام. نبدا بالطلبه يا فندم. نبدا بالطلبه. الحقيقه معيار اختيار الطالب هو بيدور في فلك نفس معيار اختيار طالب الكلية العسكرية. نعم. من المستوى البدني واللياقة البدنية والمعرفة العامة والمعلومات العامة واختبار المواجهة اللي بيواجهه في الآخر خالص أمام مديرين الكليات العسكرية. نعم. إلا أنه طالب الكلية كلية الطب تحديدا احنا حاطين له معيار آخر، غير انه بيبقى حاصل حد ادنى على 97% في الثانويه العامه، لكن معيار هام بالنسبه لي هو اجابته للغه الانجليزيه. النقطه اللي بعد كده في الاختبارات اللي بقدر احصل بيها او نوصل بيها لطالب ليه كليه الطب، وهي اختبار النظم والمعلومات اللي هو اختبار الكمبيوتر. نعم. هيبقى لي كمان الكريتيكال ثينكينج، او يعني انا ببقى عايز اعرف وسيله التفكير بتاعته او التفكير المنطقي بالنسبه للطالب. ودي الحقيقه هامه في طالب الطب. بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة اللواء طبيب أيمن السيد شفعي مدير كلية الطب القوات المسلحة. هانو بعد هذا الحديث وبعد بادرة الأمل اللي موجودة واللي استشعرناها، وما ينفعش الحقيقة في أي لقاء لا مع طالب ولا مع أستاذ ولا في أي قاعة محاضرات دخلناها ولا في المعامل اللي عدينا عليها، ما ينفعش إلا أنك تحس بهذا القدر الكبير من الحماس. هتذكر تاني المقولة اللي قالها رئيس أركان القوات المسلحة، والطلبة هنا قالوها لي وأكد عليها سيادة اللواء، أنه المنتظر من كل طالب يتخرج من كلية الطب القوات المسلحة ليس فقط أن يكون طبيبا، وإنما أيضا بإذن الله أن يكون عالما بالعلم والبحث العلمي فقط تترقى دول العالم. شكرا.